مشاهدي قناة القلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا البث المباشر مع برنامج رجع الصدى. برنامج رجع الصدى مش يواصل متابعة الأحداث وآخر التطورات المستجدة على الساحة الوطنية. في هذا الإطار مش تكون استضافتنا أولا للمدون ياسين العياري، مرحبا بك ياسين. ثم ضيفنا الثاني هو الحبيب بوعجيلة، كاتب صحفي وناشط سياسي، مرحبا بك سي الحبيب. إذن أعزائي المشاهدين، سوف نضع بعض النقاط على الوضع الذي نعيشه اليوم، وأول نقطة تتصل بتشخيص الحالة اللي عليها بلادنا اليوم سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الأمنية، علنا نلقاو بعض المخارج اللي تعاون على خروج بلادنا من الوضعية اللي نعيش فيها. وذلك علاش مش ننطلقوا في البداية مع سي الحبيب وعجيلة في إيضاح مبدئي للوضع اللي نعيشه اليوم. اليوم يعني في هذه الساعة احنا نعيش اللحظات الأخيرة من انهيار مؤامرة الانقضاض على السلطة كما سماها رئيس الحكومة في خطابه أو في الندوة الصحفية الأخيرة. الانقضاض على السلطة، استعمل المفهوم هذا باش يميزوا على الانقلاب. الانقلاب يعني أنه ثم قوى من داخل مؤسسات الدولة تستجيب للعملية، لا، هو بمجرد استشهاد يعني الفقيد محمد البراهمي تعاود السيناريو وكأنه محضر كيما بالضبط السيناريو بعد استشهاد الفقيد شكري بالعيد. معناها شفت انت سي زهير، الماكينة خدمت بصورة سريعة، البلاتوات حضرت، القنوات جندت، معناها وسائل الإعلام اللي مستعدة والشريكة منذ أشهر معناها في الارتداد على الثورة وفي معاداة الثورة كانت حاضرة مستعدة، ودم الشهيد مازال يسيل، معناها تقريبا مازال يحتضر، معناها تقريبا تنسات الحالة مباشرة. نعم. وكان يجي خبير تو يعمل لنا تحليل في انطلاق البلاتوات وفي انطلاق المواقف، حكومة فاشلة، حل التأسيسي حل الحكومة. وهذا طبعا يخلي الدارسين يلزمهم تو ياخذوا بعين الاعتبار التحقيقات اللي يلزمها تصير في مثل الأحداث. على كل حال كانت المراهنة بوضوح على الصدمة والذهول، بحيث أنه نجد أنفسنا شبيهين بلحظة يعني اغتيال الشهيد شكري بالعيد، ويطلع رئيس حكومة ويعلن فشل حكومته، وهذه المرة لا يكتفى بإعلان فشل الحكومة وإنما نمر إلى حل أعلى مؤسسة معناها شرعية في البلاد اللي هي المجلس التأسيسي. خاطر في المرة هذه من اللحظة الأولى كان الإعلان هو مش فشل الحكومة فقط واستقالة الحكومة وإنما حل المجلس التأسيسي، مما أعطى الانقضاض على كل مقوماته. معناها شنو وجه الشبه بين السيناريو الأول في حدث اغتيال الشهيد شكري بالعيد وسيناريو ثاني في حدث اغتيال الشهيد؟ وجه الشبه هو أنه تقريبا نفس التعاطي السياسي من طرف القوى المضادة للثورة. معناها مباشرة كانت مستعدة، وسائل إعلامها كانت حاضرة، زادت حويجة أخرى قبل كان حل الحكومة بعد اغتيال شكري بالعيد، كان حل الحكومة واستقالة الحكومة فاشلة، ومش المرة هذه الأساسي هو حل المجلس التأسيسي والانقلاب جوهريا على الإرادة الشعبية. الفرق هذه المرة مش فقط معناها يقظة الشارع كان يقظ في اغتيال الشهيد شكري بالعيد، مش دفاع الشارع على شرعيته الثورية وشرعيته الانتخابية. المرة هذه حكومة إلى حد ما كانت برجالاتها وبمعناها قدراتها كانت صامدة، وما كانت معناها مخلخلة برشا في مواجهة المصيبة. هذا مش تون المستوى هذا، خاطر الحكومة ما زالت صامدة. لا مش صامدة، يعني كانت مدركة تماما للمؤامرة وما ارتبكتش. خاطر لو كان نرجع توا للاغتيال الشهيد شكري بالعيد نجد انه وقع الارتباك داخل الحكومة. هذه كانت هناك ثقة اكثر، وكان واضح انه قوى الثورة المضادة في اخر معناها لحظات انهيارها، وبالتالي فانه اغتيال الشهيد محمد ابراهيمي الموجع والمؤلم ماهوش باش
بيخليها تستثمر وترقص على الدم بالضبط كما رقصت على دم شكري بلت. خاطر سبق أنه استثمرت الدم السياسي بشكل وفشلت فيه، إعادة استثمار الدم هذية بشكل آخر بالضبط. ممكن نعم. يجعل نعم. العملية كي يعني هذه سكون أبل ديجا في، معناها شفناها قبل، دونك ما الشعب التونسي أدرك تماما أنه لا للإعادة، لا للإعادة. هنا أنت تحدثت على الاستثمار السياسي نعم. اغتيال الحاج محمد الإبراهيمي سياسيين، هنا الثاني خاص بجبل الشعامبي، معنى آخر ثم اغتيال نعم. ثم فيما بعد رد فعل تداعية رد الفعل فيما بعد أحداث الشعامبي تقريبا هذا كان عنده المثيل متاعه في السيناريو الأول. أي بالتأكيد هو في السيناريو الأول ولات ألغام وانفجارات ومناطق عسكرية مغلقة يقع تمشيتها، بعد يكتشفوا فيها ألغام، الغام تختفي يوم، يقرر رئيس الاركان انه يستقيل فتختفي الالغام بفضل الوليه. فالمره هذه المخطط الانقلابي يقع، ما فهمتش علاش حتى التو الحكومه ما عطاتش تفاصيل المخطط الانقلابي. انا عندك يقين بانه يتعلق الامر بانقلاب؟ بالتاكيد انقلاب امني، انقلاب امن وعسكري معناها، واكتشفته الحكومه وصار. في الشعبي هذا من ناحية السياسية، من ناحية العسكرية البحتة كان حاول نغزر اللي صار في أحداث الشعبي المرة الثانية. الكمين ثم عنده معنى يخلف أضرار كبيرة معنوية وبدنية وخسائر، لكن تحضيره صعيب لأنه يلزم سينكرونيزاسيون تاع وقت ومتاع مكان. ما تنجمش في اي مكان تعمل كمين، ما تنجمش في اي وقت تعمل كمين. البلاصه تعمل فيها كمين يلزمك تعرف مليح مليح الارض، يلزمك وتعرف مليح مليح التوقيت. كان نشوفوا شنو اللي صار في الحادثه، جماعه بدوا الدوريه نتاعهم في وقت معين، الدوريه رجعت، الدوريه فاتتهم نص كيلومتر. وقتها الارهابيين انا نحطهم بين ظفرين يهبطوا على جماعه يقتلوهم، خذوا راحتهم في قتلهم، في تجريدهم من حوايجهم، في الدنكين بجثثهم، واخذوا وقتهم باش خرجوا واحدة واحدة وهزوا رواحهم، معناها ما وخفوا أثارهم. يعني إجماع يعرف وقت تبديل الدورية، يعرفوا المكان وين موجودين، يعرفوا الوقت الفلاني هما موجودين غاديكا، يعرفوا اللي ما ثماش رت العسكري وراهم، يعرفوا اللي ما ثماش هليكوبتر دور في السماء، يعرفوا ما ثماش تعزيز، يعرفوا اللي معزولين. المعلومة انهم يعرفوا اللي هي معزولين ماهيش معلومة تلقاها في فيسبوك وتلقاها في الجرايد، هذه معلومة عسكرية. من اين ادراهم هما اللي ما ثماش كهرباء وراهم بالكشي؟ مين ادراهم اللي ما ثماش فريق اخر جاي بعده؟ ما هو المفروض انه تكون ثم عملية دراسة دقيقة سياسيين، لكن قبل بالله منوصل معاك أيه. احنا عندنا تو اتصال من القصرين أيوة. مع مراسلنا ياسين الشافعي مش يقول لنا على اخر المستجدات واخر التطورات بالنسبة للوضع غادي من الناحية العسكرية ثم نوصل معاك. ياسين نعم بك دوائر، مرحبا بك ياسين. كان تعطينا اخر المستجدات ومتابعي برنامج رجع الصدى، اخر المستجدات في القصرين على الاقل، وانه ثم برشا اخبار متضاربه حول الوضع هناك وثم عديد الاشاعات. ماذا بينا نعرفوا منك مباشره بما انك موجود على عين المكان، تعرفنا باللي قاعد يصير غادي.
بالفعل زهير، إذا يعني تقريبا أصبحنا نتابع في برشا أحداث يعني يقع تهويلها خاصة من صفحات التواصل الاجتماعي، ويقع الاعتماد على حتى أخبار كانت صارت يعني عند شهرين اللي أنفاس أشرف صحيت وثلاثة أشهر يعني وقعت الأحداث هذه يقع تداولها حاليا. ما فهمناش علاش يعني السير نحو تهويل الأمور هذه. بالنسبة لآخر المستجدات في جبل الشعنبي، لحد الآن يتواصل الحريق اللي كان اندلع يوم أمس صباحا تقريبا في حدود الساعة 11 جراء استعمال قوات الجيش الوطني للذخيرة الحية في مراقبة المسالك الجبلية يعني للتأكد من خلوها من أي ألغام أرضية. أيضا كانت حاولت قوات الحماية المدنية والمصالح الغابية التدخل صباح هذا اليوم لإيقاف النيران اللي وصلت إلى سفح الجبل، أين توجد عدد من المساكن لأهالي منطقة فجبة حسين، وأيضا أين توجد منشآت عمومية. للوضع العسكري، بالنسبة للوضع العسكري تحديدا، بالنسبة للوضع العسكري هناك استنفار عسكري كبير في جبل الشعنبي وتعزيز لقوات الجيش الوطني سواء من حيث العناصر البشرية، التعزيز كان من عدد من السكنات العسكرية على غرار سكنة قفصة وسكنة القيروان وأيضا من تونس العاصمة، كذلك التعزيز من حيث المعدات والتعزيز اللوجستي بالتقنيات الحديثة لكشف عن الألغام الأرضية، من حيث أنه وقع استخدام عدد من الطائرات المروحية الحديثة. أيوه، فيما يتصل بمطاردة بعض من يسمون بالإرهابيين. هل وقع الإمساك أو القبض أو قتل أي منهم؟ بالفعل إذن هذا السؤال الرئيسي تقريبا زهير، باعتبار ما راج منذ ليلة البارح إلى حد الآن حول إيقاف أربع عناصر إرهابية، فإنه الخبر هذا ينفوه تماما، وإحنا حاليا تقريبا على بعد بعض الأمتار من المحمية مدخل محمية الشعنبي وين مركز دورية عسكرية وين التمركز العسكري الكبير. إذن حبيت نأكد وأنه مصدر عسكري رفيع المستوى أكدنا وينفي أنه وقعت يعني إيقاف أربع إرهابيين أو أربع عناصر إرهابية ومقتل ستة. الخبر هذا يؤكد بأنه غير صحيح بالمرة، ويؤكد بأنه قوات الجيش الوطني عاودت انتشرت من جديد و يعني استغل. نعم زهير، معناها ما وقعش القبض على أي شخص وما وقعش قتل أي شخص باش تكون معلومة واضحة. هذا هو حسب طبعا مصدر عسكري رفيع المستوى، مصدر ميداني متواجد حاليا في جبل الشعنبي أكدنا منذ قليل وأنه العمليات التمشيط متواسعة وتوسعت على طول الحدود التونسية الجزائرية على سلسلة جبال الشعنبي حتى في سلسلة جبال الكيف وجندوبة، ويأكد أيضا أنه ما كانش هناك نية لاعتماد سياسة حرق محمية الشعنبي، لكن الحريق يتسع حاليا على مساحات هائلة وصعب السيطرة عليه، ويؤكد لنا المصدر العسكري وأنه من الخطر يعني على مسارح الحماية المدنية أو الغابية محاولة التدخل في قلب جبل الشعنبي لإطفاء هذا الحريق. نعم، مع الشكر إذن ياسين، نحاول أن نتصل بك في مراسلة أخرى في مناسبة قادمة. نشكرك ياسين. إذن شكرا لك زهير. ياسين كما سمعت هنا هذه آخر مستجدات بالنسبة لجبل الشعنبي. تجي متواصل الفكرة متاعك فيما يتصل بالحادثة في حد ذاتها. كما قلت لك بالنسبة للحادثة في حد ذاتها، انك تعلم وقتاش يصير تبديل الجنود باش تكون متهني اللي ما ثماش عددهم عددهم قليل، تعرف مكان التبديل، تعرف اللي ما ثماش أرض العسكري كامل، تعرف اللي هم معزولين، تعرف اللي عندك ساعة أو ساعة ونص كاملة باش تقوم بالعملية نتاعك وتخرج قبل ما يتفقدوهم قبل ما يصير الاتصال مرة أخرى. قلنا هنا أنه ممكن يكون ثم دراسة وتمشيط مسبق حتى ما هماش ناس محترفين هذوم. المنطقة هي اللي صارت فيها هي منطقة عسكرية مغلقة، باش تكون أنت ثم أنا رأي اللي ثم ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول كما قلت إنه هو قاعد فوقهم في بلاصة بلايس وحاد جمال شهر كامل ويعيس عليهم ويدرس في المنطقة في الوضع. هذا إذا هذا غير ممكن لأن منطقة عسكرية مغلقة ويكون إهمال كبير إذا كان هو فوق راسك معناها بعيد بعض الأمطار ويعيس عليك وأنت المدة هذه كل مريتوش. الاحتمال الثاني يكون فك الشفرة بتاع الاتصال، عنده جهاز الاتصال متاعك وفك الشفرة متاعك وقاعد يسمع في الاتصالات متاعك أنت والقيادة متاعك، فعمل البرنامج متاعه وعمل الوحدة متاعه. فك شفرة عسكرية هو موش حاجة سهلة وكان في إمكانيات مخابرات عسكرية.
ما نجمش يكون في امكانيات جماعه مهما وصلت الجماعه هذه من الاموال والتقنيه والعباد انها تكسر شفره اتصال عسكريه. ويقعد الاحتمال الثالث المؤسف هو عندهم المعلومه، يعني عندهم المعلومه يعرفوا اللي في المكان هذاك ثم ناس من تبديلهم يصير 5:30، عندك ساعة ونص بل ما تعودوا تفقدوه مرة أخرى، فلجت عندك ساعة ونص باش تعمل العملية متاعك، راه معزولين ما وراهمش رتل عسكري، ما وراهم ثم ماشي هليكوبتر ثم حتى تعزيز في المكان هذاك من الساعة إكس إلى الساعة إكراك، لجت تقوم بالعملية متاعك ما يشوفك حد، وتنجم عندك ساعة ونص تنجم تنحي المسلاح متاعهم وتنحي المحويجهم وتغادر واحدة واحدة وتمشي وتخبى روحك راه في ديك ساعة ونص الهرب. يعني هنا تكون عندهم المعلومة العسكرية، هي معلومة عسكرية دونك ما تنجموش ياخذوها من عند أي مصدر، نجم ياخذوها كامل مصدر عسكري أو مدني في وزارة الدفاع. فلهنا يقعد احتمال الثالث هي خيانة ناس باعت الناس هذوكم باش يذبحوا على الحدود لأجندة سياسية. إيه هنا بالنسبة لنا احنا فيما يتصل بالوضع هذايا اختي نعطيه المعلومة هذه بالشكل اللي تطرح فيه، هل أنه العناصر اللي تحكي عليها أنت عناصر في الداخل ولا في الخارج؟ لا أظن يختلف، لأنه نتصور مخابرات أجنبية أجندة واحد في الداخل أو واحد في الداخل عنده مصالح مع اتصالات مع ناس خارجية. يعني هنا هذا يجاوز مستوى التحليل، هنا نولي تستحق المعلومة في مستوى التحليل. قلت لك يا أما ثم شكون يعس عليهم قريب من موقع العمليات وهنا إهمال وتقصير كبير لأن منطقة عسكرية مغلقة، ثم شكون فك الشفرة وهذا صعيب ما نمشي يكون بأي جماعة مهما وصلت إمكانياتها ما يجب يكون كل مخابرة عسكرية أنا تفك شفرة عسكرية، أو تخبر من داخل واحد قال لهم راه في البلاصه هذيك ثم مجموعه هاو سلاحهم هاي عتادهم هم وقتاش يبدلوهم هاو وقتاش تبعد عليهم بحذاهم الكهرباء هاو عن بعد ساعه ونص يتفقدوهم باش عندك الوقت الكافي باش تقوم بعمليتك وتنجم تاخذ وقتك باش نحي محوايجهم وسلاحهم وتاكل وتثهم وتخرج عندك الوقت الكافي. اعطاهم المعلومه العسكريه كامله، هنا ما ينجم يكون كان شخص من الداخل. معناه كان فهمت انا ياسين انه ثم اختراق في الجهاز الامني والجهاز العسكري بشكل رجح الاحتمال هذا، رجح احتمال الخيانه. خيانة اللي ثم شكون باع الناس هذوما ضحى بهم كما ضحى بشكري بالعيد وكما ضحى بالبراهمي وكما ضحى برشا ناس في احداث الثوره باش يحدث في البلبل وكما ضحى معناها تضحيات دم التوانسه من 14 جانفي سال برشا في بلايص معناها انيتيلمون لاسباب سياسيه. متصور اللي ضحى بالناس هذوما فيما ضحى في في في, في جمله الضحايا اللي ضحى بهم. هنا ربما ربط كلامك بما يقال وما يروج احيانا سي الحبيب، نتوجه لك بالسؤال انه ثم مخابرات اجنبيه متورطه في الوضع هذا بشكل او باخر، ما نعرفش هنا العلاقه بما يحدث سياسيا اليوم كيفاش نجموا نقدموا الصوره اللي توضح بعض العناصر المرتبطه بالوضع هذا. طبعا الكلام اللي قاله ياسين مهم جدا، وياسين هنا يتكلم انا ما نقولش من موقع العرف ولكنه هو الى حد ما ابن المؤسسه العسكريه. سي الحبيب انا قلت كلام يشبه لهذا البارح في المتوسط، وبعد ما قلت كلام هذا قعدت مع ضباط متقاعدين وفيهم حتى شكون ضابط ركن وكان عندهم نفس التحليل ونفس الموقف، قالوا لي احنا بيدنا نعتقدوا اللي هناك خيانه من الداخل، لا يمكن انه يعرفوا المعلومه بالدقه هذيك ويصير كمين بالدقه هذيك وياخذوا وقتهم على الانسان اللي خذا وقته باش ينحي له حوايجه وينحي ويهز له سلاحه ويخرج في عقله عارف مطمئن اللي ما جايو حتى حد وراه اللي نجم يعمل العمليه هذه، منين ليه اللي ما ثماش دوريه وراه، منين ليه ما صار الدوريات، منين ليه ما ثماش مسح وقتها، هذه كلها معلومات يكون باش يعمل بالطريقه هذيك وينجح الكمين 9-8 كوموندو يقتلوا بالسهوله هذيك ويتنحى حوايجهم. هذا انسان اراد ان يهين الشعب التونسي وعنده جميع المعلومات القيام بالعمليه في بتنسيق محكم بالوقت والمكان المناسب. لكن هنا ديما نحتاج انه ثم ثغره في الوضعيه، شنية احنا نحكيه بشكل او باخر لكن اين الحقيقه من كل ذلك؟ وين الحقيقه؟ بعباره اخرى احنا قاعدين نحلوا قاعدين نطرحوا في فرضيات بشكل او باخر. اكيد شنو اللي من شأنه أن يؤكد الفرضية هذه وإلا يقدم لنا الحقيقة؟ علاش ما تكونش الوضعية شفافة بشكل أفضل؟ معك سي الحبيب. أنا قلت على أهمية اللي قاله ياسين، وياسين حبيت نقول ما هوش معناها يعني صديقي ومدون وهو ولد المؤسسة العسكرية بشكل وابن الشهيد معناها في آخر الأمر اللي هو صغير كما قال البارح على قناة المتوسط يعني يعرف عديد المداخل ويعرف عديد المضامين. ولكن أنا نفضل مثل الحديث هذا، أنا تقديري السياسي على الأقل ما نشوفش موقع البلاتوات على أهميته. نعم. لأنه الأخرين الطرف المقابل للأسف معناها حولوا
الحديث على المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، ولاو قضاة ولاو محققين ولاو أقلام ادعاء على البلاتوات، غريبة في تونس. لكن هذا ما ينفيش أنه على الأقل ثم صورة بالضبط المواطن يحب يعرفها. هذا هو، أنا نقول هنا نتكلم توا، ناخذ كلام ياسين وننطلق به باش نقول راهو مسألة المؤامرة اللي تكلمنا عليها، وفي كثير من الأحيان يقولون شنو كل شيء مؤامرة، ما ثماش نظرية مؤامرة معروفة. أنا نتبنى نظرية مؤامرة على كل حال، والتاريخ كله مؤامرات راهو خاصة في مثل المراحل الانتقالية هذه الصعبة. هو جزء من المؤامرة أنه يضحك عليك الناس كي تقول اللي ثم مؤامرة، هذاك جزء من المؤامرة، معناها أنه يقول لك شتو كلام هذا مؤامرة، معناها هذاك نفسه جزء يخدم على الجانب النفسي بالضبط. ولا كي تقول فلول أي بالحق فلول، وكي تقول الدولة العميقة اللي قاعدة تعطل بالحق راهي أي كل شيء أنتم تردوا فيه في الأخرين في الفلول في الدولة العميقة. إيجا ندرس وتو نوريك كيفاش الفلول والدولة العميقة، وربما الاختراقات تلعب دور اساسي من نهار انا نقول 14 جانفي تو وهي تخدم، من نهار هروب راس الواحد وهي وراس المنظومه وهي تخدم، انا لقات الوقت ولقات المساحات ولقات الوسائل اللي خلتها لا انا ما 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 يعني ما نستبعدش انه الثوره التونسيه وهالانتقال الديمقراطي السلمي والرائد والنموذج فريد من نوعه في العالم، فريد من نوعه في العالم قاعد يتعرض للمؤامرات من نهار 14 العشية باش تبدا الامور واضحه، معناها مش حاجه كبيره. ولكن قدره السياسي وقدره معناها القوى المدافعه على الثوره حتى المجتمع في حد ذاته وقدره المجتمع ويقظه المجتمع وذكاء الشعب التونسي هذا معناها الحمد لله مكن من انه يحمي هذه الثوره. شوف خطاب السيد رئيس الحكومه اشار ياسين انه قال بدا يعطي في تنازلات، انا نقول لا، معناها خطاب رئيس الحكومه وحادثة الاغتيال البشعة شنيعة تعرض لها سيد محمد البرامي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. علاش احنا من نهار 23 أكتوبر اللي صارت فيها انتخابات والشعب التونسي أعطى رأيه وخرجوا أغلبية وأقلية، قلنا راهو الأغلبية والأقلية اللي خرجت راهم كلهم قوى وطنية مستفيدة ومنتصرة في الثورة ماشي تعيشوا مع بعض ويا ولادي امشيوا توا راهو في مراحل الانتقال الديمقراطي بعد الثورة راهو الناس يمشيوا إلى وحدة وطنية، وراهو أي صراع بيناتكم إيديولوجي ولا فكري ولا سياسي ولا كذا راهو باش تستفيد منه المنظومة القديمة. ثم وخيالنا وأصدقائنا ورفاقنا من مختلف التوجهات الإيديولوجية قالوا لا احنا سنختار الموقع متاع المعارضة. اليوم تختار الموقع نتاع المعارضه راك مش باش تضر روحك فقط، باش تضر الثوره، لانه في المراحل هذه القوى الوطنيه كلها لازم تتوحد. علاش باش تضر روحك؟ لانك في اخر الامر باش تولي موضوعين تصب في الماء وتصب في 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 في, 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 في يعني باش تخدم موضوعيا قوى اخرى اللي هي قوى ما زالت راهي متربصه بالثوره، قلنا لهم راهي المنظومه القديمه مشى راسها وما زالت اذيالها، وراهو يلزمنا نتوحدوا مع بعضنا. ما جرى بعد في الأيامات التالية للثورة في كل معركة تخوضها البلاد في كل مواجهة تخوضها البلاد بدأت تتفرز الأمور، لين اليوم لقينا رواحنا في الوضعية الحالية مفروزين. وكان سمعنا خطاب رئيس الحكومة علي العريض، ثم فرز آخر أعطاه علي العريض قال اللي ماهوش مع حل المجلس السيسي واللي يحب يخدم تحت سقف الشرعية مرحبا مستعدين نتناقشوا، ما ثماش خطوط حمراء حتى لنوصلوا لحكومة واحدة وطنية، وهذا اللي تقال من أول نهار ديجا من 24 معناه هنا هزيتنا أنت. لكن في المقابل إيش قال؟ وهذا هنا المهم وين لازمنا نسمعوه بالكدا، قال راهو المنطق متاع حل المجلس التأسيسي ومتاع التجاوز الشرعية ماهوش باش يرجعنا ل 14 جانفي، باش يرجعنا ل 13 جانفي بطبيعة الحال. يعني بعبارة أوضح المنظومة القديمة هي المستفيد الوحيد مما جرى من استقطابات. وإذا كان القوى الوطنية تو اللي موجودة في المعارضة واللي الحمد لله معناها نقول الحمد لله ما يشطرح حل المجلس التأسيسي وآخرها الاتحاد العام التونسي للشغل اللي في هيئته الإدارية تبنى مطالب المعارضة الكل، يعني المعارضة نقصد المعارضة القصوية معارضة أخذ موقف وسط تقريبا على الأقل ما طرحش الحل نتاع المجلس التأسيسي خاطر عارف روحه. لكن طرح معناها أن الحكومة يزمها تمشي روحها مش هاتوا نناقشوه هاتوا نناقشوه ما بعد نجيو للطاولة عاد عرف روحه كان باش يطرح حل المجلس التأسيسي، يعني باش يصب
موضوعيا في القوى المضادة المتربصة للثورة مثلها نيدا تونس. نيدا تونس موش حزب راهو سياسي. هو بالفعل سامحني سي عبيبي هو الموقف نتاعهم والموقف نتاعهم تو المعارضة كي ناخذوا نيدا تونس والحزب الجمهوري ثم الجبهة الشعبية الطرح نتاعهم تقريبا هو طرح في الطرف الأقصى. لا الجمهوري لا عندك الجبهة الشعبية غريب هذا أول مرة في التاريخ معناها هما يطالبوا الجبهة الشعبية ونيدا تونس هما في حل المجلس التأسيسي. يعني أول مرة اليسار الوطني الثوري اللي يواجه في المنظومة القديمة يجد نفسه واضع اليد في اليد مع المنظومة القديمة. لأنه يعني نداء تونس بالتحليل السياسي مش قاعد سب أنا قاعد نحلل سياسيا يعني نداء تونس هو التعبير السياسي على المنظومة القديمة بكل وضوح. معناه هو التجمع الدستوري بلا بن علي فقط باش تبدأ الأمور واضح. يلتقي جنبا إلى جنب مع اليسار الوطني ما زلت نعتبره وطني ثم مشاكل داخل الجبهة الشعبية في حكاية التحالف ممكن تحبوا نذكروها طارحين إنهاء كل مخرجات كل مخرج على 23 أكتوبر 2011. إذن هذم في آخر الأمر في آخر التحليل هذه المنظومة القديمة أطلت برأسها. أنا مش نرجو كما قلت أنت قبل 14 بكل وضوح هذا قال الرئيس قراني أنا يا جماعة نميز بين زوز معارضات. راهو المعارضة اللي قالت لكم حل المجلس التأسيسي راه باش ترجعكم نهار 13 جانفي باش ترجعكم لتونس بلاش بن علي كو كيما حبها باجي قايد السبسي. يا اخي محمد الغنوشي بعد 14 جانفي وباجي قايد السبسي شنو اللي كانوا يعملوا فيه؟ كانوا يمشيوا فينا بكل الاجراءات السرية والعلنية او ياسين مدون ويعرف وذكر برشا حقائق. هو كانوا معناها يمشيوا فينا نحو تونس جديدة هي تونس التجمع الدستوري الديمقراطي منظومة الفساد والاستبداد بلاش بن علي والطرابلسية كو لابو ساخر وهذا ناخذوا الإجراءات اللي عملها الباجي واللي عملها الغنوشي السيرة صف في نفس السيارة. جاء 23 أكتوبر قال الشعب لا ما نحبش تونس بلاش بن علي كو نحب تونس بلاش فاسدين تماما مش بلاش تجمعين يكذبوا على الناس يقولوا لهم يحبوا ينحيوا التجمعين ويستقصدوهم الكل كان المواطن. لا الشعب التونسي قال نحب بلاش فاسدين وبلاش مستبدين. وجات في 23 أكتوبر معبر على الانتخابات به. اليوم الناس اللي تصورت أنها قاعدة تعارض في النهضة ولا تعارض في المؤتمر ولا تعارض في الترويكا اطلع ما إيش قاعدة تعارض في الترويكا قاعد تعارض في روحها كانها مؤمنة بالحق بالثورة. يعني هي خاطر هم إمكانياتهم المادية اليسار وغيره وكذا والبشرية إمكانيات محدودة معناها فشنو اللي عملوا لهم هما استثمروا فيهم هكا التوتر الايديولوجي وهكا معناها شحنوهم ولا هما الفساد معناها ولكن العمق الحقيقي الماكينه الحقيقيه اللي تخدم هي المنظومه القديمه. سي الحبيب هنا فعلي العريض ميز قرر على الذكر هذايا هما على الاقل نشحوا فاش في انهم قسموا المجتمع بشكل او باخر ولينا نشوفوا اليوم لا نحكي لك تو على الاقل كي احنا ناخذ الوضع الموجود قدام المجلس الوطني التاسيسي ولو انه حبينا احنا نواكبوا الوضع هذايا لحظه بلحظه وعندنا مراسل غادي على عين المكان وسنتصل به باش يوفينا باخر المستجدات خاصه انه اليوم في المجلس الوطني التاسيسي وقعت جلسه تشاوريه مع بين مجموعه من الاعضاء. اذا حمزه برجب معايا على اتصال هاتفي. مرحبا بك حمزه. ايوه اذا حمزه ماذا بك تعطينا اخر المستجدات وشنو اللي يحصل في الجلسه التشاوريه اللي عقدها بعض الاعضاء في المجلس الوطني التاسيسي اليوم الصباح؟ اوكي مرحبا بكم الكل. بالنسبة اليوم في المجلس الوطني التأسيسي بمبادرة من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي انعقدت جلسة استشارية. الجلسة الاستشارية هذه كانت خفيفا حول التطورات اللي تمر بها البلاد والجلسة حضر فيها كل من كتلة حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب حركة الجمهورية والتيار الديمقراطي وحركة وفاء إلى جانب الشخصيات المستقلة. واتفقوا الحاضرين في الجلسة هذه على التمسك باستكمال المسار الانتقالي الديمقراطي والتمسك بالمجلس الوطني التأسيسي بكامل صلاحيته وضبط رسنامة واضحة لاستكمال الدستور والمصادقة عليه وقانون الانتخاب وموعده كما أكدوا على مد جسور التواصل مع النواب المنتخبين اللي يقنعوا فيهم حاليا باش يعاودوا ويرجعوا ويكملوا يواصلوا المسيرة. حدوش موعد لإنهاء الدستور ولإجراء انتخابات على الأقل موعد أولي.
هما كما جاء بطبيعة الحال في ندوة صحفية انقذها رئيس سيد رئيس الحكومة علي العريض نفس التواريخ اللي اعطاه ان شاء الله يكون نهار 17 ديسمبر هو تاريخ الانتخاب الرئاسي، ولكن في غضون اخر حتى 14 جانفي يتم يعني انهاء الدستور والانتخابات. هذا ان شاء الله باش ياخذوا جلسه عامه ان شاء الله نهار اثنين الاثنين القادم ان شاء الله باش يحاولوا يتشاوروا ويتناقشوا فيما يخص المواعيد ويربطوا بصفه دقيقه، وحتى مع النواب المنسحبين اللي توا يطالبوا فيهم نواب المجلس الوطني التاسيسي باش يعاودوا يرجعوا ويكملوا يتشاوروا في خصوص التواريخ المقترحه من طرف رئيس الحكومه. فيما يخص فما جلسة أخرى انعقدت اليوم في القصبة في رئاسة الحكومة من طرف حسين عباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اللي أكد على موقف الاتحاد في حل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات ومواصلة صياغة الدستور اللي يقتصر على لجنة تحضر الدستور ويعطي للنواب باش يصادقوا عليه والا يناقشوه، لكن هو اقترح لجنه خبراء هما يحدوا الدستور هذا، وكذلك زاد اكد على انهاء قانون الانتخابات وتشكيل لجنه مستقله للانتخابات باش تهيئ الظروف العامه للانتخابات القادمه ان شاء الله. هذا اقتراحات حسين العباسي. فيما يخص نقطة أخرى سيد نور الدين البحيري نفس الشيء، هو بيدو توضيح عام فيما يخص المال المجمد اللي قام تجميد ملفات الفساد ورجال الأعمال اللي ممنوعين السفر، هذا موضوع نقاشه اليوم. قال لي الأموال تم تجميدها أموال وأصول ورموز. إذا حمزة سنأتي إلى ذلك لاحقا، نشكرك على هذه المداخلة. نعود إلى ياسين. ياسين كما سمعت معناها انطلقت المباحثات بعد السيناريو هذايا، مش يبقى الوضع حسب رأيك متأزم في نفس الوقت اللي تجرى بصفة موازية هالمباحثات هذه سواء بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة أو بين الأحزاب بشكل عام والحكومة؟ نعتقد اللي العنف اللي صار في تونس عنده أجندة سياسية حب ولا تكره، هذا واقع. الإرهابيين بتاع تونس لما أعطاهم حكومة تكنوكرات وأعطاهم تحييد وزارة السيادة بطل مع شحرق في الولياء. الإرهابيين بتاعنا هذوما وقت اللي رشيد عمار ظهر له باش يستقيل نحر الغام عاش حط في الغام، وقت فشلت الانقلاب مشى ذبح 8 جنود في الشعبي. يعني الارهابي هذا هو عنده اجنده سياسيه، ما عندوش اجنده جهاديه او اجنده ارهابيه، لا عنده اجنده 100% سياسيه تنطبق على مواعيد سياسيه. والعنف ديما يكون كل ما تستحق الامور، كل ما تركح الامور او كل ما تكون الامور مش في صالح شق معين سياسي فيكون بالعنف تحريك، يصير حادث، يصير اغتيال، يصير عمليه ارهابيه باش يصير تحريك الوضع السياسي. وكل ما يمشي الوضع السياسي الى ركود او يمشي الوضع السياسي انه يركح، وليت نخاف من العمليه المباشره، العمليه الجايه شنو هي. معناه وهذا فعلا تصديقا لكلامك ياسين، كي ناخذوا الحادث الاغتيال نتاع الحاج الابراهيمي هي حادثة جات خارج السياق تقريبا، ولا حتى شكري بالعيد. معناها اللي صار بعد شكري بالعيد الجبهه ونداء تونس كانوا غير قادرين على التفاهم. اغتيال شكري بالعيد في يومها اول خبر هو احداث تنسيقيه، سميت تنسيقيه اللي وصلت الى تحالف من بعد، تحالف دو فاكتو موجود، لكن تنحى الحاج ولاو في تنسيقيه، ولاو في جبهه واحده. يعني خطر الثوره المضاده، معناها سامحني ياسين، ما وصلت للدم كان بعد استنفاذ سيناريوهات اخرى. معناها توا معناها ما لقاتش السبل الاخرى بطبيعه الحال. تو انت من احسب من 14 جانفي حتى 23 اكتوبر استعمال سيناريوهات اعاده الامتلاك الدوله من جديد وملكوها الدوله من جديد، نحى الباجي كل من هم معناها مرتبطين بش اسمه بالترابلسيه وكذا، وحط جماعته في علاقه بالمنظومه 1200 تعيين عمل بين 1200 تعيين او ترجع على منظومه 91 هذيك 90 قبل ما يتنحى الطيف وقبل ما هو ذي. ماناش نحكي
نحكيه على تعيينات ولا ترقية تحكي عليها صحافي في مخه ولا بوليس مكسر، لا هذا في الرائد الرسمي تلقاه في خاصة في جمعتين الأخرين قبل ما يمشي ورابط 1200 تعيين أو ترقية عملهم البيجي. نكمل معناها بدا بافتكاك الدولة الجزء اللي مش فاسد، ما قالوا شنو المنظومة القديمة شكون، ما هو طرابلسية ونرى شنو، أي أنا جيت مش ناحية ما طرابلسية وتبقى دولة البرغيبية نسميها هو، لكن في نفس الوقت عوضها ممتاعه ويعوكم التجمعيين وكذا، ودجا حتى أكباش الفداء اللي اختارهم هو معناها اختار محددهم اللي يزمهم يتحطوا غادي باش يغطيوا على الفساد الحقيقي، على أساس أنه سيخذوا الدولة من جديد. نعم. يعني تنحى الرأس والدولة تستمر. موقل لهم ما كاش اسمه نهار 15 جام في شو اسمه الوزير الداخلية والدي وقتها فريعة قال لك سيشدوا دياركم وانتهى الدرس يا غبي. يعطيكم الصحة نحيتوا لنا الرأس هذا هو وعائلته اللي كنا متقلقين منه، كانوا هما نفسهم كانوا متقلقين منه، باش ناخذوا الدولة من جديد. خدموا بالطريقة هذه في 23 ما نجموش طبعا، الضغط الشعبي قاعد موجود، القصبة الناس متيقظة، الناس رد بالها لين وصلت الناس الثنية الفلوكة وصلتها للتأسيسي، مشينا نصيفوا والرمض ونرتاحوا مادام مش نعملوا تأسيسي لاباس تو في الصندوق كذا. البروجيكتورات طبعا موجهة على البلاد، ما نجموش يزيفوا الانتخابات، جات الانتخابات عملوا محاولة قسموا رواحهم ل 40 حزب تقريبا، وبعد قالوا هاكم ل 40 كل واحد يترشح تو نلقاو رواحنا بعد كتلة نيابية نتوحدوا من جديد. ما هو هكا ولا فشل المخطط نتاعنا، مش نرجعوا احنا باش نرجعوا للنقاط هذيك، باش وصلوا الدم برا بعد بداوا في الاستهداف اي نعملوا اللعبة الايديولوجية تو هذه اخوانة الدولة لقاوها ما تجيش، هذا مصطفى بن جعفر من غادي ومنصف المرزوقي وهذه علمانية حكايه فارغه معنا ما مشاتش، امشي شويه خدم الجانب الاجتماعي غالب ثم قوى ايديولوجيه متمترسه في الاتحاد في وقت من الاوقات حركوها قالوا تحبوهم يحكموا فيكم الاخوانجيه وكذا، الله بدات الضربات الهرس الاقتصاديه ما مشاتش، الهرس الاقتصاديه الاجتماعي معناها كان صبر المجتمع كان صبر كبير ياسر، كان ذكاء اصلا صبر كبير، كان ذكاء كبير صبر بطبيعه الحال ولكن ذكاء فاهم الشعب التونسي الى حد ما، فلا بد ان نمشيو لسيناريوهات اسوء وهذا تقريبا اللي نعيشوا فيه توا، هذا التداعيات باش ما نقصوش على ياسين، نرجع لياسين يكمل الفكره نتاعو. يعني كما قلت لك كل ركود سياسي توا كل ما يمشي في مصلحه انا نوصل الانتخابات، انا راه مانيش نوحه ولا واحد، لكن كقراءه الاحداث في اللي صارت استشهر الاخرانيين نمشيو الى ما اسوء. انا فهمت حسب قراءتي اللي ثم ناس تريد ان تحكم، وفهمت انه بالانتخابات يستحيل ان تحكم، صحيح. لا عمق شعبي لها، لن ينتخبها احد، ما ثماش كيف ستحكم، يجب ان ما تصيرش انتخابات. نعم. يجب ان نمر من طريقه الحكم، الشعب يسالوه شكون تختار الى 10 من الناس يختارهم 4 من الناس في 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 تركينا ويزكيهم وفي مجلس الحل والربط والاعلام يخدم لهم خدمه كبيره والشعب يخرج فرحان في باله هل حطوا له كفاءه ولا حطوا له واحد عمره 92 سنه ولا اي حكايه، المهم أصواتهم عالية ياسر ياسين، أصواتهم عالية ياسر بالتأكيد بالتأكيد منظومة كاملة عندهم بالتأكيد. منظومة الإعلامية الأنيس اللي متاع وزير الخارجية قالها، قال احنا تو غلقنا القوس، شنو القوس اللي يحكي عليه وقتها؟ كانت برجوازية ليلى تحكم، وسيلة تحكم، جات برجوازية ليلى كالمسقطة تحت من السماء فتسكر القوس نحات ورجعت برجوازية وسيلة تحكم، فبطبيعة عندها ما عندها ارتباط ما ارتباط بالإعلام بالفلوس بأهل المال بأهل السياسة. أنت لما تلقى شخصيات سياسية يجي يقول لك كمال طيب شخصية وطنية، فأنت تفهم أنه أهل السياسة كلهم من يحركهم وشكون يجيبهم وشكون يهزهم. لما تلقى أنت قنوات تلفزية مديرها عضو في مكتب سياسي نداء تونس لحش ملا جعرة معنا ما عارش سمى حياد ولا زعمة لا هو تلقاه عضو في مكتب السياسي نتاع 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 حزب كي تلقاه يجيب لك واللي عمره كامل في عهد بن علي انا 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 نعرف له زوج مقالات هذا البوق الفتنه هذا شو اسمه طاهر بن حسين وكان وقتها يحاسب روحه هو جزء من الناس اللي عارضوا في بن علي مو الناس ما عندهاش ذاكره احنا عايشين معاهم ونعرفوهم عنده زوج مقالات منطق مره وكان كي صارت 18 اكتوبر وقت اللي صار التحالف الاسلامي العلماني معنا انطق وقتها باش يسب صاحبه نجيب الشابي يقول له يا صديقي ونرى شنو ونذكر وقتها في كيفاش تتحدث هكا وقتاش نطق وتقلق هو برشا معناها من وتوا حاسب روحه معناها هو من المقاومين
يعني بالفعل كما قال لك يستعملوا في تلقى, تلقى اعلام انت نتاع جيبوه باش قلوا الديمقراطيه تسمع وتسكت حاضر سلبجي معناها نتاع الاسئله الحاضره ومتاع الماركتينغ بوليتيك الرخيص نتاع نعملوا نصبة ويبرح عليه معنا بطريقة مبتذلة نتاع تطيح قيمة الرموز ثم حاجة سي زهير ودي تفهمها أستاذ فلسفة ثم تطيح قيمة الرموز بدأوا مثلا أنه طيح قيمة تقزيم طيح قيمة الرئيس عمل له شنو أنه كان جايبين وليدات صغار معناها شباب ما يدخل نكيرات معناها يعمل في وين يدخل في إطار الفسلوب أو السيناريو وكتابة النص ما يفهمهاش صح ما عنده حتى سي حبيب احنا توبه تقريبا باش ما نرجعوش على النقاط هذية أيه. احنا الوضع اللي نعيشوه اليوم أيه. كما قلت انه ثم انقسام أيه. شئنا ما بين ثم انقسام أيه. واحنا ما نحاولوش على الاقل نسكتوا ازاء هذا القسام أيه. نحاولوا ان نجمعوا بالطبع. نحاولوا ان نرجعوا الناس لبعضها أيه. وهذاك علاش قمنا احنا برصد في واقع هذا الانقسام امام المجلس التأسيسي على اساس انه رمزي قطع النظر على الحجم متاعه بقطع النظر على خلفياته لكن حاولنا أن نرصدوه الانقسام هذايا وصورنا التدخلات اللي مش نسمعوها توا ننصتوا إليها يتواصل توافد المطالبين باستمرار الشرعية الانتخابية بالألاف إلى ساحة باردو إلى جانب تعزيزات أمنية كبيرة للتمسك بشرعية مؤسسات الدولة المنبثقة عن نتائج صندوق الاقتراع والمحافظة على إرادة الشعب ومكتسباته. فقد ندد الائتلاف الوطني لتحقيق أهداف الثورة ودعم الشرعية بدعوات بعض الأطراف السياسية للتمرد على الشرعية الانتخابية خاصة مع وشك الانتهاء من صياغة الدستور قبل المصادقة عليه، وطالب الشعب التونسي إلى أن يكون موحدا ويقظا حارسا لثورته ومحبطا لمؤامرات أعداء الثورة. جيت هنا مع نعمل وقفة والاعتصام مع عامة الشعب هنا لا لشيء، مش باش ندافع على حركة النهضة ولا باش ندافع على الترويكا، لكن باش ندافع على صوتي أنا. أنا بقيت 6 ساعات في الصف للشمس وللحر فهمني ولا باش نعطي صوت نتاعي ومعتها باش ندافع على صوتي. اللي يقتل في أولادنا معناها الجيش الوطني واللي يتآمر على تونس ما نجمو يكونوا راهو كان الانقلابيين معناها اللي هما في التاليعة هما التجمع المجرم اللي مستانس بالاغتيالات اللي مستانس معناها بالإجرام على جميع أصوله على جميع أنواعه. ما فما كان التجمع هو اللي نجم يقوم معناها بالعمليات هذه الإرهابية الخطيرة الكبيرة اللي تربى على الإجرام على مدى 50 سنة. نهار 23 أكتوبر انتخبنا الصندوق واعطينا كلمتنا وانتخبنا مجلس تأسيسي وحكومة وجاب اللي جبت أغلبية يعني توا الجماعة توا جايين المعارضين اللي ما هزوش أصوات في الانتخابات يحبوا توا ينقلبوا بالقوة ضد المجلس التأسيسي وضد الحكومة ونحن توا جينا نطالبوا يعني بحق الشرعية الانتخابية ولا مجال على الانقلاب على الشرعية. خاطر احنا بدينا الثورة واحنا باش نعطيو العبرة للربيع العربي اللي حقنا ما سلموش فيه اللي الشرعية والصندوق اختار معناها ترويكا احنا مع الشرعيه واحنا احنا الشعب اللي اخترنا العباد هذوما. ما تجيش ناس فهمت كيفاش تحب تركب على الشرعيه وتحب تطيح الحكومه ماهيش لعبه، هذه مصالح بلاد، هذه مصلحه بلاد. كان كل واحد باش يجي كل نهار باش يطيح الحكومه باش يطيح الحكومه مش باش نعملوا حتى شيء في البلاد. ما نجموش نفسدوا الشيء اللي عملناه توا في ربع ساعه الاخيره، والجماعه اللي خايفين من الانتخابات خايفين من صوت الشعب خايفين من يشوفوا وجوههم في المرآه، هما اللي قاعدين هاربين من المرآه وهاربين من الشعب وهاربين من الانتخابات. احنا كشباب ثوره كمجتمع مدني سنظل نحمي البلاد وسنظل نحمي الشرعيه مهما كان عنوانها. الشرعيه هي الغطاء الاساسي للتواجد داخل
هذه البلاد وشرعية هو كل ما يأتي به صندوق الاقتراع. التونسيون أعطوا دمهم أيام الثورة التونسية لأنه لم يكن هنالك وجود للصندوق. أعطينا دمنا من أجل عودة الاعتبار لصندوق الاقتراع. احنا زادة مش شعب وعنا حرية رأي وعنا حرية تعبير ونحبوا هالحكومة دي تواصل. خليهم على الاقل حرية موحد يتكلموا في القانون ويتكلموا بالوحدة وبالديمقراطية. يخليونا يكملوا الديمقراطية بتاعنا. خليهم يكملوها. في جانب آخر من ساحة باردو ومع حضور أمني كبير توافد أنصار المعارضة لإسقاط الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي. وهذه المطالب الداعية إلى الانقلاب على الشرعية الانتخابية إنما هي صراعات سياسية تدفع البلاد إلى المجهول وتقسم الشعب التونسي وتدفعه إلى التصادم والتقاتل مثل ما يحدث في بعض مناطق العالم. لذلك قامت الوحدات الأمنية بفصل المعتصمين بالأسلاك الشائكة للحيلولة دون وقوع مصادمات بين الطرفين. رجال السياسة شنو دورهم باش يجمعوا كل اللي تفرقوا في بشعارات يعني اللي كان مضر فيها الوحيدة هي تونس؟ دورنا أن نجد المخرج السياسي أن نتحاور وأن نقنع كل الشركاء بالحل بأننا سنعيش جميعا في تونس بدون إقصاء، ولكن هذا يطلب إجراءات حسنية من جميع الأطراف. أسلاك شائكة فرقت بين تونسيين وزرع الشوق في المسار الانتقالي بسبب الصراع السياسي الذي أفضى إلى تقسيم الشعب التونسي واتساع الهوى بين أفراده. بعد أن جمعتهم الثورة ووحدتهم وها هي المصالح الحزبية الضيقة جاءت لتقضي على أمن البلاد واستقرار شعبه، فمتى يرفع الشوق من طريق الانتقال الديمقراطي؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. كنا توينسا كنا مؤمنين وكنا نخافوا ربي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما نعرفش نبكي مع كل أي امرأة بكيت على أولادها على الجيش ولا أمن ولا مواطن عادي ولا كنا توينسا كنا قلب واحد كنا عرض واحد كنا عرض واحد. رد بالك تونس استحفظوا عليها استحفظوا على تونس. راهي إذا شئت تونس ما عادش ترجع. إذن ياسين كما كنت تشوف وآخر تدخل الوضع في واقع الأمر محير جدا. والله شوف قل ثم تقسيم أسلاك شيكة نتفق معك، لكن الغريب أنك لما تمشي من جهة هذه ومن جهة الأخرى تلقاهم زوز يحبوا نفس الحاجة. تسألهم من شير هذه شو تحبوا؟ قل لك الحرية ديمقراطية انتخابات. تمشي من شير الأخرى ايش قل لهم شنو تحبوا؟ قل لك نحبوا حرية ديمقراطية انتخابات. تغزر للسواد الأعظم تاع الناس لهنا والسواد الأعظم تاع الناس لهنا تلقاهم فرد طبقة ثماشك تلقاهم هذو من طبقتي وهذو من طبقتي الزوز. تشوف على معناها تقول ملا شنو اللي قاسمهم إذا يحبوا نفس الأهداف وما ثم صراع طبقي بيناتهم ملا أسلاك الشيكة شنية هذه. المشكل اللي مش شيرتين تونس لما تحكي معهم تلقى تونس الكل تحب نفس الشيء عندها نفس الإديال تحب توصل له، لكن ثم استغلال من أهل السياسة اللي يحبوا يطلعوا على ظهوراتهم للكرسي. يعني ثم ناس تقول لك يجوا معنا خاطر الآخرين هم ديمقراطيين معنا احنا الديمقراطية. تقول لك أذوكم راهم معناها شيطان لك الآخر وريك اللي الآخر عدو، في حين أن الآخر لما تحكي معه وتقعد في طاولة تلقاه يحب نفس الشيء كيف كنتي. يكرهك في الآخر يلعبك على العواطف لما تحكي معه مش بيهم الآخرين يقول لك نكرههم مخيبوا مغلغل عليه ما يقولكش ما أقنعنيش ما يقولكش فكره. وسطهم الصراع السياسي انه ما عادش يكره الفكر الشخص ولا يكره الشخص معناها ثم كراهية شخصية ولات بين هذه الأطياف السياسية. لكن لما تجي تقعد معهم انت شنو تحب؟ يقول لك انا نحب حرية نحب ديمقراطية نحب اقتصاد. تقعد مع الاخر اللي بالمشيرة الاخرى بالكل تقول انت شنو تحب؟ يقول لك انا نحب حرية نحب ديمقراطية نحب اقتصاد، وكل واحد يقول لك على الاخر ذاك شيطان ذاك اللي يريد الشيء هذا. لما تسمع نعطيك مثال مثلا مثال 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 بسيط. قعدت مثلا مع جماعة اللي يحبوا يسقطوا الحكومة يقول لك الاخواني غير ديمقراطي. يقول له هاو عمل الانتخابات. يقول لك لا ينوي حاجة. يقول لك عمل التعيينات في الدولة. يلوم عليه اشياء. لو يحل عينيه شوية يلقى انه من يساند فيه هو اليوم عمل نفس الاشياء. يقول لك المجلس التأسيسي أنا نكره الأخوان خدمة تأسيسي وخر. يا أخي الأخوان عندهم 40% في المجلس 60% متاعنا الأخوين كلهم متاعنا أخرى. الأخوان سمحني عندهم 92% نسبة حضور. ومش هم المعطلين المجلس اللي يقولوا لك راهو المجلس وخر وعطل انتخابات عندهم 10% هم المؤخرين.
حل عينيك تلقى كل ما يلام على الآخر تلقاه في نفس الناس اللي تقود فيهم. معناها اللي يعمل أهل السياسة يشوف كل العيوب اللي فيه ويصغر على الآخر ويستعمل ماكينة التبرير ويستعمل ماكينة التفسير ويستعمل ماكينة غسل العقول إلى أن يصبح الأمر عاطفي. هذيكم الخايبين أكهو ما عادش نعرف معناها وجداني ما عادش ثم عقل ما عادش ثم حوار ما عادش ثم تواصل. يقول لك وزارة الداخلية فيها تعيينات. هذا هو سؤال مثال سياسينا. شوف شوف سيد أنت تعرف الأمور هذه يظهر لي الميديولوجي معناها هو تداعياتها من ناحية السياسية مش لا 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 باش أنا نقول لك هذوما اللي يتكلم عليهم ياسين اللي هما أعداء الانتقال الديمقراطي بكل يحكي عن نخبة سياسية نخبة سياسية معينة معناها قيادة إجهاض الانتقال الديمقراطي خلينا نسميها أنا غرفة عمليات إجهاض الانتقال الديمقراطي واللي اسمائها معروفة هذه شكون هي معناها بإطار واضح جلات هكا ظاهريا في نداء تونس أما راهو الغرفة لا لا في اليسار اليسار اللي ولا مع شاكيب الفرع الطبقات اليسار اللي خرج أنا نسمع في الخطاب اليسار التونسي قلت يسار هات خلنا نسمع تراه صراع الطبقات ما يحكيوش عليه البرجوازيه ما يحكيوش عليها ولا يسار ثقافوتي معناها اليسار اللي متحالف مع اليمين اللي بعلى البلاد ومتحالف مع الكمبردور يقول لك انا يسار يعني يسار هلامي ولا فقد جميع مكونات اليسار مطالب انا كنسمع يسار يقول لك نسمع مطالب اقتصاديه لا هذا يسار عنده مطالب ثقافوتية وأصالية يعني حتى كمل الفكرة في الاتجاه قلت غرفة العمليات هذه وعلاش قلت نداء تونس نقول لك علاش اليسار اللي تحكي عليه وتغير وتبدل هذاك ضحية هو جزء من الضحية خبراء اسمه وحده نداء تونس مش وحده يعني نداء تونس قلت لك هو اللي خذا شاكوتي معناها بالضبط ثم غرفة عمليات خبراء يا زهير رام يعرفوا خير من الثوار رام معلمية خير من الثوار في الإعلام معلمية في كيفية إجهاض الثورات في الإحباط ثم مواطنين بالحق مرعوب من الحكومة هذه وهو خايف صادق مسكين مش كده أحبطوهم أصابوهم الأحباط أوهموهم بحاجة مثلا أوهموهم أن الثورة تستطيع في 3-4 شهور تحقق لك كل شيء فأنت توجي المواطن تقول كيش عملت لنا الحكومة هذه تيهاي الأسعار كذا إيه ودي أمر طبيعي والثوار ما عندهم ما 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 زادة ما ظهروش أحسن ما عندهم من قدرات في الإعلام ما ظهروش أحسن ما عندهم من قدرات في الوزن بصراحة يملكوها هم إيه كنا نجم وإحنا عندنا برشا ما عندنا توا 6 ولا 7 شهور وإحنا نتخبط وما حطيناش أحسن الناس متاعنا في, 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 في القنوات الإعلامية وما حطينا اللي بنحبوها تكون إعلام بديل وحطينا ناس ما تعرفش الإعلام وتعرفش خاطب الشعب إحنا نخرجوا للشعب توا ما هو يقول قالت لي عمتي مباركة وخالتي انت شنو إحنا أولاد الشعب كي نحكيوا معاه نلقاوه يسالنا يا خويا ما صار شيء تتكلموا كلمتين سي اي والله صحيح والله صحيح لكن هذا ما ينفيش انه يعني الحكومه اي لكن ما ينفيش انه الحكومه أي. عندها اخطائها طبعا ما قلت لك ما حطيناش احسن ما عندنا لكن الشعب هذا في الاخر ها وفي اللحظات الكبيره الشعب عنده حاجتين اختار الدفاع الشرعيه تو الشعب في الاغلبيه وتنحكيوا بعد على الشارع اختار الدفاع الشرعي اختار المواصله في الشرعيه رغم انه يعتبروا الحكومه نجم عندها اخطاء علاش الشعب التونسي عنده قدامه زوج خيارات قدامه ماضي اسود جربه ماضي اسود جربه نخبه سياسيه جربها الباجي قايد السبسي لو كان يجيبوه 2000 ساعه بث في القنوات الكل لن يقتنع الشعب التونسي بمنظومه اشتغلت وفشلت بالنسبه ليه الشعب عنده حاجه اكيده منظومه فشلت اكيد عنده منظومه جديده يمكن تنجح يؤمن أنها نخبة صادقة أنهم يمكن ما يعرفوش يسيروا لكنهم صادقين قادرين عندهم تصورات دونك هو باش سيظل يراهن على المنظومة اللي يمكن تنجح ولن يعود إلى المنظومة التي من الأكيد أنها فشلت متأكد هك على شعبنا باهي هك على شعبنا أصيل وتقال لكن احنا مطلوب منا زادة نعرف ثم سؤال نحب نسأله في إطارته وأنت تحكي فقط عن نداء تونس هو ما ثمش كان نداء تونس قلت لك ما وكش عمله نحب نسأل سؤال هل أنه المعارضة اللي ماشية في الركب متاع نداء تونس أيوة هي ضحية الثورة المضادة لا سيدي
انا نعتبر الانسان الوطني ضحيه الثوره المظلمه. شكون الى ان نفصل الرمان احنا شكون هالمعارضه خاطر الوقت قاعد شكون المعارضه اللي ماشيه في ركب نداء تونس تحكي المسار مسار لا كتبوا بيان مع بعضهم اليسار الجبهه الشعبيه الكل ونداء كتبوا بيان صارت مشاكل في وسط الجبهه الشعبيه كيفاش نتحالفوا مع النداء لكن خلينا نجاوبوا على السؤال هذا المسار مثلا المسار الديمقراطي وقتاش ولا معارض بن علي عام 2001 كان المسانده النقديه وحتى 2001 كان باحتشام وكان يبيع زوز نواب كما نقولوا هكا السلفه البرلمان بن علي بس برلمان بن علي يظهر بلاريست ما كان تعددي ما كانش عنده موقف حزب العمال كان حزب العمال موقف واضح وصريح نجمه في اليسار التونسي في المسار السياسي التونسي الى ان دخل في الجبهه الشعبيه دخول الجبهه الشعبيه لزوا الى اعطاء تنازلات باش وتنحى ونحى كل بعد اقتصادي تعتبروا ضحيه لمؤامرات الثوره المضاده ولا ماشيها عن وعي عمل خيار لا اعتقد انه بعد 30 سنه سياسه حصلوا في باربع كلمات هو يدرك ما يعمل ومواقف اول الثوره ورات انه ينجم يعرف الثوره المضاده وحط صبعه على الثوره المضاده لكن هو اختار انه يدخل نفس حمل هميم اليوم حمل هميم اليوم هو الشرفي نتاع 91 هو نفس الدور هو رضى بانه ينسى جميع المطالب الاقتصاديه ينسى يقول يساري بالكلام ينسى الصراع الطبقي ينسى طبقيه الصراع ويقعد مجرد ثقافوتي مجرد كبش نطيح عاملينه يزينوا به الطاوله نتاعهم يزينوا به العركه نتاعهم رغم اللي في 2005 معنا كلال عصا من عند اليسار هذا من عند رفاقه علاش لانه وقتها قال راهو العركه مع الاستبداد بالضبط واليوم مش على الاسلاميين وتحالف مع الاسلاميين واليوم العركه ما زالت راهي مع الاستبداد مع المنظومه القديمه ما زلنا اليسار ما عادش موجوده.